النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الارتفاع لدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة بحول الله. نستعرض الآن المحاور الرئيسية التي سنتحدث فيها أو عنها خلال هذه النشرة، وهي كتلة هوائية حارة يوم الثلاثاء، ذروة الأجواء الحارة يوم الأربعاء، واستمرار هبوب الرياح الغربية في عموم المناطق بشكل يومي. ننتقل الآن إلى صور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح انتشار لبعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح في المنطقة الشمالية وعموم سواحل فلسطين ولبنان وسوريا، هي ناتجة عن ارتفاع في نسب الرطوبة، لكن سرعان ما تلاشت هذه الغيوم خلال ساعات الظهيرة والعصر. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة وخرائط توزيع الكتل الهوائية الحارة اعتبارا من الاثنين وحتى الخميس. نلاحظ تمركز لكتلة هوائية ذات درجات حرارة يأتي يوم الاثنين، وبالتالي درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام يوم الاثنين، طقس صيفي اعتيادي، لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء نلاحظ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بسبب بداية تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، لكن اعتبارا من يوم الأربعاء ذروة الأجواء الحارة، ارتفاع على درجات الحرارة، طقس حار نسبيا في الجبال لكن يكون حار بشكل لافت في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة والمنطقة الشرقية وأيضا البادية الجنوبية. أيضا درجات الحرارة ترتفع خلال ساعات الليل حيث تصبح بين المعتدلة والدافئة نوعا ما خلال ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء، وأيضا خلال ليلة الأربعاء على الخميس، بينما تكون درجة الحرارة معتدلة ولطيفة خلال ليلة الأحد على الاثنين وأيضا الاثنين على الثلاثاء. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع حبات الرياح المتوقعة من الاثنين إلى الأربعاء. يلاحظ استمرار لهبوب الرياح الغربية، تكون بالمجمل خفيفة لمعتدلة السرعة لكن تنشط بشكل محدود في المنطقة الشرقية خلال ساعات الظهيرة والعصر، تعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدني قليل في مدى الرؤية الأفقية. ننتقل الآن إلى التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 21 درجة مئوية. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال الثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين طقس صيفي اعتيادي مع طقس غالبا صافي مع تفرق لبعض الغيوم المنخفضة خاصة خلال ساعات الصباح، ليلا طقس صافي مع 21 درجة مئوية، لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء تبدأ المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة، ارتفاع على درجات الحرارة العظمى في عمان تسجل 32 درجة مئوية، أما الصغرى ترتفع لتسجل 25 درجة مئوية. يوم الأربعاء درجات الحرارة أيضا تبقى مرتفعة، ترتفع قليلا أيضا 33 درجة مئوية متوقعة في العاصمة عمان، وبالتالي تكون درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. أما ليلا تنخفض قليلا مقارنة بالليلة الماضية، تسجل 24 درجة مئوية بسبب بداية تراجع أو انحسار الكتل الهوائية الحارة التي ستبلغ ذروتها يوم الأربعاء، لكن اعتبارا من يوم الخميس يتوقع أن تتراجع وتتراجع معها درجات الحرارة لتعود لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. في نهاية نشرتنا نود أن نستعرض هذا الفيديو حيث أودت السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في نيبال بحياة 23 شخص على الأقل، وشردت آلاف آخرين في غرب البلاد خلال نهاية الأسبوع بسبب هبوب للرياح الرطبة الموسمية التي تجلب معها الأمطار الغزيرة في تلك المنطقة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء. قال بول ما كنت اثر مانجي